خلال الحرب الروسية الأوكرانية فرضت على العالم تحديات، ولا بد أن يكون هناك تأمين لاحتياجات العالم من الطاقة النظيفة، وهيكون منها رقم واحد الهيدروجين الأخضر اللي احنا بدأناه النهاردة بشكل حقيقي. اليوم بدء مصر إنتاج الهيدروجين الأخضر، هذا هو مشروعات المستقبل، هذه هي طاقة العالم. العالم كله يبحث النهاردة عن الاستثمار في الهيدروجين الأخضر اللي احنا هنكون إن شاء الله على المدى المتوسط والبعيد كمان احنا هنكون المركز، واحد من أهم مراكز الطاقة للهيدروجين الأخضر حول العالم. احنا عندنا الحمد لله النهاردة مركز للطاقة بالنسبة للغاز والكهرباء رقم واحد، عندنا ماء هنكون مركز لحركة التجارة العالمية، مصر كمان هتكون مصر كمان دولة محورية ومركز للهيدروجين الأخضر. كل ده بيقول لك الدولة بتشتغل ايه ورايحة فين في كل هذه الملفات. الملف المهم النهاردة كمان، العالم قال ايه على مصر؟ ماذا قال قادة العالم عن الدولة الكبرى، الدولة العظيمة؟ وعايزك تبقى مركز على الكلام ده، وعايزك تبقى شايف بلدك شايفينها ازاي وبيتكلموا عنها وعنها ازاي. ما تركزش على الحاجات بتاعه الاوباش ولا الممولين ولا العملاء، ركز على العالم شايفك ازاي يا اخي. يا اخي شوف بلدك كويس قوي، يا اخي شوف بلدك ازاي العالم بيحترمها وازاي العالم بيتكلم عنها وازاي العالم بيشكرها. ماذا قال؟ ده مجموعة بسيطة قوي، حاجة بسيطة قوي، كل اللي موجودين هنا بيتكلموا كده، ولكن بجيب لك لحضرتك نموذج بس صغير قوي في دقائق قليلة ماذا قالوا عن مصر العظيمة والرئيس عبد الفتاح السيسي. قالوا عنه ايه وقالوا عن بلدنا ايه؟ نسمع. President al-Sisi, thank you very much. أشكر وأهنئ الرئيس السيسي لاستقباله لهذه القمة. أتوجه بشكر لسعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أتوجه بخالص امتناني للسيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا سعادة الرئيس. بالنيابة عن أفريقيا أشكركم شكرا جزيلا الأخ العزيز عبد الفتاح السيسي. اسمحوا لي أن أشكركم بديادي بدء فخامة الرئيس السيسي على حفاوتي الاستقبال. أنا أتوجه بالشكر والتقدير إلى أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أعرب لكم عن امتناني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أتوجه بالشكر وجزيل العرفان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا جزيلا سعادة الرئيس. شكرا جزيلا سعادة الرئيس جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا سعادة الرئيس. سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا. بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم. ده جانب من الكلمات، جانب من التقدير، ده جانب من التقدير لمصر ولرئيس مصر. كل قادة العالم كده، ما في حد اتكلم الا هو بيتكلم كده على مصر.